يسعد لي مساكم. اللي امس قلت لاحظته ونبهتني عليه احدى المتابعات عشان تعرفوا ايش كذا انتم دقيقين وهالشيء وايد يسعدني. بالعكس واحده كاتبه الدكتوره انا استخدمت لاين فيلوجا جدا عجيب ومكبشرته من عندك بسناب اللي انت تستخدمينه اللي هو الانتنسيف اول شيء بعدين المات الريفرس لان الريفرس في حق المات اللي هو البشره الدهنيه مختلطه وفي حق الجافه اللي هو كريمي يصير شوي الجافه والعاديه. عشان تقول لي بس دكتور انا استخدمته وكل شيء تمام وايد حلو تطبيقه بس لاحظت انه انت كاتبه على الانتنسيف ان سي اي اف والثاني كان ان سي تي اف اللي انا اخذتهم كلهم ان سي اي اف. فالتنويه اللي بحب اطمنكم فيه ان كل اللاين الحين حتى اللي وصلني الحين كلهم ان سي اي اف نفس التركيبات القديمه ولكن عشان يوحدونه ما يصير خربطه. فسواء ريفرس او انتنسيف راح احط لكم شيء يناسب بشرتكم ولكن كلهم يندرجون تحت ان سي اي اف. حيل عجبني حرص البنت وتركيزها عدل لان هي مكبشره بالسناب. هذيله شايفين هذا اللي استخدمه اللاين كنت عندهم اي هبل انتنسيف تالي شنو تحطون الريفرس. طبعا الانتنسيف ثابت لجميع انواع البشرات ما عدا الحوامل والمرضعين هذيل اللاين ما ينفعون للحامل والمرضعين. فتحط الان سي اللي هو ان سي اي اف الانتنسيف وبعدها تحط الريفرس المات اذا بشرتها دهنيه ومختلطه اذا بشرتها جافه وعاديه تحط الريفرس الكريم. اوكي فالبنت ركزت قال دكتوره انت ان سي تي اف الحين اللي انا ماخذتهم كلهم مكتوب ان سي اي اف صح كلهم الحين صاروا ان سي اي اف عشان لا تصير خربطه. بس التركيبات وحده بالضبط هذا الكريم للجافه والعاديه وهذا هو المات اللي ينحطون دائما ورا الانتنسيف. تبتدون بالانتنسيف اللاين غير امن للحامل والمرضع. بقول لكم الحين اهم تركيباته وطريقه تطبيقه رائع من لاينات الاروع عند فيلورجا هذا صراحه تلقونه باغلب الصيدليات. الحين بشرح لكم على اللي وصلوني مؤخرا ليش لان كلهم صاروا ان سي اي اف عشان انتم تطمنون نفس التركيبات نفس الشيء ما في اي اختلاف ولكن وحدوه عشان ما يصير في خربطه. هذا انتنسيف وهذا ريفرس عرفتوا هذا الانتنسيف وهذيلا ريفرس. فشلون تستخدمونهم الحين راح اقول لكم طريقه استخدامهم. الانتنسيف ينحط اول شيء على الوجه والرقبه لان في ريتينول يعني مقشر يعني فيتامين اي ومعه فيتامين ترى هذا مو بس فيتامين اي معه فيتامين سي فروعه تحطونه اول. بعدها بشرتك دهنيه ومختلطه تروحين على منو على المات هذا بشرتك جافه عاديه تروحين على الريفرس الكريم. شنو فيهم التركيبات هذيل؟ هذيل عاد يكملون شغل الانتنسيف لان فيهم هايرونيك اسيد وفيهم كولاجين وفيهم مضادات اكسده روعه ورا بعض. بس لازم تعرفون ان البشره الدهنيه المختلطه تستخدم هذا وتالي تستخدم المات، المات لانه ميزته في عشبه راح تعادل عندكم دهون البشره. لكن اذا جافه تستخدم عقب الكريم. بقول مشكورين وايد يا احلى متابعين والله العظيم ان في بنات ما شاء الله عليهم يعني مو بس دقيقين حلوين حبوبين كلامهم حلو اول شيء بعدين دقيقين يا جماعه. انا عشان كذا انا اكتب واحط واشر وفعلا لما تغيرت من البراند نفسه انا ما كانت وصلت لي للحين. فالبنت راحت اشترت الظاهر من الاشياء اللي عقب ما غيروا ان كل اللاين صار ان سي اف فهم نفس التركيبات شفتهم نفس التركيبات. بشوف البنت هذا تعليقها البسيط بس خلاني أرد أشرح الموضوع حق كل بنت ممكن تاخذ تكون مكبشرة السناب لأن بيوم كبشرات السناب لما كنت بسوي العناية الليلية الخاصة فيني عدى 50,000 ولا 60,000 ما أذكر. فش كثر منهم بيقعدون ها فيهم قلق أبوي مو نفس الشيء وما شيء أو ممكن يكون دزت لي من ضمن الرسائل وما أسعفني الوقت أكون فاتحة الرسائل. فشكرا من القلب عشان شي أقول لكم دائما خلوا عينكم على السناب مشكورين وايد.